مشاهدينا الكرام متتبعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر، مباشره معكم من عاصمه الانوار الرباط. سميره هدى، عفوا هدى، شابه مغربيه مثقفه، قرات تعلمات، كانوا عندها احلام، لكن تبخرت هذه الاحلام فشدت الدكتوره سنه 2018 وما لقاتش الوظيفه اللي كانت تحلم بها. اختي هدى، قبل ما نبداو قدم لنا راسك. يعني هدى الشاعر، حاصله على شهاده الدكتوراه في الاشهار والتواصل كما قلتي في 2018، وام ديال ثلاثه ديال الاطفال، اكبرهم عندها 12 سنه. البدايه يعني بغيت نعاود لك على المعاناه تاعي وعلى يعني ما هو الاجتماعي في الحياه ديالي. خصني نعاود على التاريخ ديالي من البدايه، ديال الاب تاعي اللي هو اللي كان واحد الانسان بسيط، هاجر من مدينه تاونات لمدينه الدار البيضاء. الحلم تاعو كامل كان انه يقري ويعلم ولاده. كنا حنا خمسه البنات وجوج ولاد. الاب يعني واحد الوضعيه الاجتماعيه جد 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 متوسطه، كان هو خياط تقليدي. الام ربت بيت، يعني واحد الظروف الاجتماعيه ما عندناش وما خصناش. كان الحلم تاعو هو انه يقرينا، ودك الحلم تربى فينا من الصغر تاعنا. طلعنا حنا كاملين الهدف تاعنا في الحياه اننا نقراو. تقاتلنا، عارف كل واحد يعني انسان جاي من واحد المجال قراوي، جا لمدينه راه عارف العراقيل والمعاناه اللي غادي يلقاها باش يكبر. تبارك الله، سبعه تاع الوليدات كلهم صغار. قاصه الاب ديالنا وقاصه الام تاعنا باش نوصلوا. حصلت على الاجازه، حصلت على يعني على الحمد لله على البكالوريا ديالي، وطلعت للكليه ودرت تخصص ديال التاريخ والحضاره، التخصص اللي ديما كنحلم به، كنت كنحلم بشعبه التاريخ، درتها وحصلت على الاجازه. وانا ذاك يعني بقى كيبان لي شنو غادي ندير، ما يعني مجال ديال الشغل ما بغيتش، بغيت مازال نكمل. مشيت درت الماستر تاعي، كان ديك الساعه الفوج الثاني في الماستر نظام الجديد، كان دبلوم دراسات العليا، وكان فوج اول ديال الماستر، وانا اندمجت مع الفوج الثاني ديال الماستر. حصلت على الماستر تاعي في سنتين بميزات حسن جدا. انا داك الزملاء تاعي اللي حصلوا على الماستر كاملين جاو هنايا لمدينه الرباط. انا في 2009 جاو كيناضلوا هنايا في مدينه الرباط مع المعطلين، يعني فوج كامل. انا ما كانش عندي هاد الرغبه انني نجي ناضل مع المعطلين. جا الربيع العربي، جا التوظيف الشامل للمعطلين، يعني الزملاء تاع يعني الزملاء ديالي كاملين اللي كانوا معايا في الفوج دازوا في التوظيف المباشر مع المعطلين. اللي كان جات الحركه ديال 20 فبراير ديال عباس الفاسي فهري، اللي كان وظف مجموعه ديال المعطلين، راه وصلت حتى ل 2900 معطل. ما كانش عندي الهم ديال النضال ابدا، ولا كنت كنآمن ما هو احسن، كنقول لا. شنو الحلم ديالك؟ كان الحلم تاعي هو انني نحصل على واحد الوظيفه، يعني كان الحلم تاعي هو الماستر ديك الساعه. انا ذاك قلت نحصل على واحد الوظيفه اللي نامن واحد الحياه كريمه للاب ديالي والام تاعي، يعني نرد لهم شويه من داك الشيء اللي عطاوني. منين دازوا الزملاء تاعي وداك الشيء قلت صافي انا ماشي مشكل، انا غادي ندوز المباراه. مباراه مورا مباراه ما كندوش، دوزت مباراه في وزاره الماليه، وزاره الاتصال، مندوبيه الساميه القدماء المقاومين، وعدا جيش التحرير، مباريات ديال التعليم. ماشي مباراه. موعه تاع المباريات. شحال كان لي كونكور تكوني دوزتي من النار؟ دوزت العشرات ديال المباريات. قلت ماشي مشكل، شغندير نكمل الدكتوراه. ومشيت سجلت في الدكتوراه السنه الاولى. الحمد لله بديت في التكوينات ديال الدكتوراه، قلت صافي الحلم والابواب ديال الرزق كلها وديال الحياه كلها غادي تفتح قدامي ملي غادي نسجل الدكتوراه. وبقيت، وما ادراك الدكتوراه، وما ادراك من الدكتوراه، العراقيل اللي توضعت في الجامعه وعارفين يعني صراحه مجموعه ديال العراقيل تخطيتها باش نحصل على هاد الشهاده الدكتوراه. يكفي انني حطيتها عامين وانا حاطاها عند اللجنه كتدرس فيها باش تعطيك داك الاوكي باش انك تناقشها. عامين وانا حاطاها، حطيتها في 2016 وما ناقشها حتى 2018. علاش؟ لانني هدى بنت الشعب اللي ما كتبغيش انها يكونوا ديك التجاوزات في العلاقه مع الاستاذ المشرف ولا مع الاداره ولا مع شي حاجه. يعني اللي كنمشي انا جيت باش نقرا وباش نحصل على واحد الشهاده غادي نخرج بالهدف ديالي. المهم تقاتلت وكافحت
وحصلت على شهاده الدكتوره، وكنت انا اول وحده في عائله الشاعر اللي كتحصل على شهاده الدكتوره. انت الاول انا اول وحده في عائلتكم في عائلتنا اللي غادي نحصل على شهاده الدكتوره، ويعني الحمد لله درتها انا وسام في الكتاف تاع الاب ديالي اللي كان هذا هو الحلم ديالو من البدايه، من الهجره ديالو من مدينه تونات الى الدار البيضاء كان هذا هو الهدف ديالو. كان هو يقريكم. هو يقرينا. وكيفاش تزوجتي وانت هي ما خدامه ما والو؟ الزوج ديالك خدام؟ ضروري تزوجت شي خدام، واحد الانسان اللي تلاقيت معاه هو في الكليه، وقررنا اننا نكونوا اسره، والحمد لله عطانا الله ثلاثه تاع الوليدات، وما داك ما كانش عائق ابدا انني نكمل القرايه تاعي، يعني كالعكس كان السند ديالي باش نكمل الدكتوره تاعي، دوش بها في الماستر ديك الساعه، وكان السند يعني ما عندوش مشكل انني نكمل الدكتوره تاعي، وكان هو الحلم ديالو انه حتى انه تو تعاوني على الزمان اكيد داكشي هذا ضروري كان هذا هو الهدف ديالي انا. فاش هذا الحلم انت كشابه وعدد من الشباب بحالك، فاش تشوفي هذا الحلم تبخر حتى التعليم ولا على 30 سنه فاش تشوفي هذا الشيء الاحلام ديالك تبخرات، باش تحسي فاش تجلسي مع راسك بوحدك؟ كنحس بالاحباط، كنقول يا ريتني اكتفيت غير بالاجازه، كنت ربما ديك الساعه نمشي نقبل نخدم شي خدمه بسيطه، داك الشيء اللي باغا لينا الدوله، كنت ربما نمشي نخدم شي شركه كابلاج، شركه ديال يعني شركه القطاع الخاص وصافي، كنت ربما نقبل بهذه المهن هذو، ولكن ملي كتوصل حتى للدكتوره من المستحيل انني نقبل بهذه المهن بحال هكذا. وكذلك بالنسبه للتعليم، يعني انا كنحب مهنه التعليم، كنحبها بزاف، وكان الحلم ديالي واخا عندي الدكتوره ما عنديش مشكل انني نخدم بواحد المهنه اللي هي ديال الاجازه، مثلا اذا كانت هذه المهنه شريفه كالتعليم، ولكن للاسف حتى هذا الباب حتى هو تغلق في الوجه ديالنا، يعني ها هو السن تحدد في 30 سنه، حنا 30 سنه يلا كنا يلا حصلنا، مازال حنا في ديك الساعه في الجامعه يلا حصلنا على الدكتوره، يلا عندنا احلام، يلا كنشوفوا شنو غنديروا، ها حنا حصلت على الدكتوره، عند بالي البيبان تاع الحياه كلها غتفتح ليا، منين حصلت على قلت صافي راه الابواب كلها غتفتح ليا، وكاع داك الشيء اللي ضيعته من قبل صافي غادي نداركوا دابا. ولكن للاسف لقيت راسي داك الشيء اللي هربت منه في 2009 باش ما نجيش ناضل هنا في شوارع الرباط، جيت كناضل دابا في 2024. واخا وليده عندك وليدات؟ عندي وليدات الحمد لله، عندي كبيره عندها 12 سنه، وعندي الصغيره عندها 5 سنين، والولد وسطهم عنده دابا 9 سعود. فاش بدا يهضروا معاك وتيشوفوك انك يعني تتقلبي على الوظيفه وما لقيتيهاش وقريتي، شنو تيقولوا لي؟ وا انا ما بغيتش نغرس فيهم ديك الفكره باش يقولوا لي ماما انت قريتي ما درتي والو. انا هذا السؤال جاي لك ليه؟ وانا ما بغيتش نغرس فيهم. هذا غير سؤال. ربما ولادي باقي حتى الساعه ما فاهمينش الوضع، كيقول لي ماما كتمشي الرباط باش تخدمي، ولكن ما عارفين شنو كيوقع في هذا الرباط. يعني ما عارفين شنو كاين في هذا الرباط، المعاناه كان العصا والاهانه والكرامه اللي كتحط منها هنايا في الرباط. ما عارفينش بان زعما راه شنو نقول لك. عمرك ما تصادفتي مع شي واحد قال لك قلتي لي انا دكتوره، قالت لك وانت قريتي شنو درتي بها؟ العائله كلها كتقولها لي هذه. دخلنا عليك بزاف. كيقولوا ها هي هدى قرات شنو دارت؟ هي جدات الدكتوره كاع. هي جدات. وليتي مثال قرات شنو دارت؟ كيقول لك دابا كيرطوا دابا هنايا كيرطوا الجامعه بالفشل. كون شديتي غير الباك ودرتي واحد باك بليس دو في شي في شي في شي ايكول ولا في شي حاجه كراكي خدامه، ولا درتي السونتر ولا درتي شي حاجه كراكي خدامه، وانت تبعتي الجامعه هانتي فاش خرجاتك خرجاتك في البطاله. بحال هاد الطريقة. أكيد فهذه بحال هاد الطريقة. ولكن حنا حبينا البحث العلمي وحبينا الجامعة وآمنا بها وآمنا بالوطن، حنا قلنا مستحيل المغرب أنه يفرط في الكفاءات ديالو، شنو هي كتشوف حد الدولة. قلت لك شنو تقولي لوزير التعليم العالي؟ كنقول له وزير التعليم العالي أنت اللي كتخرج في خرجاتك الإعلامية وكتقول نجيبوا الدكاترة من الخارج، ماشي عيب وعار أنك تقول أن نجيبوا الدكاترة من الخارج باش يقريو ولاد الشاب. فين كتقول دابا انت كتراهن ان الكفاءه كاينه خارج ارض الوطن، وهاد الجامعات علاش فاتحينهم؟ منين هاد الجامعات تيفرخوا لينا دكاتره معطلين ما عندهمش الكفاءه؟ واه اللهم نغلقوهم ونمشيو نبقاو نستوردوا حنايا كما كنستوردوا كل شيء من الخارج، حتى الادمغه نستوردوها حنايا من الخارج. كنقول ليه هاد الشيء اللي نتايا اصلا وزير، حنا انت اصلا تفتقد الى الكفاءه، وهاد الوزير يفتقد الى الكفاءه لانه ما حل حتى شي ملف عالق. طلبه اوكرانيا دكاتره اوكرانيا ما حلش الملف ديالهم، الدكاتره حنايا ما حلش الملف ديالنا، اساتذه التعليم العالي ما حلش الملف ديالهم، اذا ما حل حتى شي ملف، ما دار حتى شي حاجه هذا الوزير، فقط جاء ليبدل اموال الدوله واموال وزاره التعليم العالي، هذا الشيء اللي دار هذا الوزير. يعني النصيحه اللي قلت لك تقدميها لهذا الوزير شنو تقولي ليه؟ كنقول له اجمع حوايجك وسير بحالاتك، هذه هي النصيحه، لانك صافي بركه ياك
يعني خلي شويه من كما كيقولوا من صفاء ماء وجهك، غير خلي شويه وجمع حوايجك وبشي بحالك، لانك لا تصلح لهذه الوزاره، لا تصلح لها بتاتا. بحال الوزاره خص ياخذها شي واحد اللي كيحب الوطن ديالو، اهم حاجه تكون خصله فيه هي حب الوطن، وعنده واحد الهدف خدمه الوطن. انت ملي كتطلع علينا من الشرجم وكتشوف الدكاتره واقف جالسين حدا الوزاره ديالك، وكتسد الشرجم ولا كتخرج من حدانا وكتهرب بالسياره ديالك، يعني انت كتهرب من المسؤوليه، انت ما بقاش تحمل المسؤوليه، اذا تخلى على المسؤوليه. كاينين اللي قادين على المسؤوليه، انت انخرطتي في النموذج التنموي، فشلتي النموذج التنموي، يعني ما درتي حتى شي حاجه لصالح الوطن. انت اصلا جاي من خارج ارض الوطن، كيفاش بغيتي تخدم للوطن؟ شنو تقولي لوليداتك الا شافوا هذا الفيديو وهذا اللايف ديالك؟ شنو تقولي لهم؟ ممكن نقول لهم قراو مزيان، ويعني ماشي انا كان عندي واحد المصير اللي هو واحد الساعه مجهول، انتم ان شاء الله غادي يكون غتجيو في مغرب اخر، مغرب جديد اللي غادي نامنوا به، واللي غادي يكون يعني كيبحث على الكفاءات، وقراو واجتهدوا، ولكن كاينه انا في ظهركم، وانا غادي نوريكم الطريق اللي غادي تخليكم توصلوا. الوعد بك الزمن اللور كنتي طلعي لافاك تمشي لافاك ولا لا؟ الوعد بك الزمن اللور كتمشي لافاك، حيت عندي الحب تاع البحث العلمي، اهم حاجه من الوظيفه كان عندي الحب ديال البحث العلمي، كان عندي الحب، كان عندي واحد الشغف في البحث، واخا خذلني هذا الشيء. دموع في عيني لا لا هي التاثر اكيد، وانت ملي كتشوف الوحدين اللي كانوا ديجا معاك في نفس البروموسيون في نفس هذه، جاو دازو من المعطلين، عندي توظيف مباشر، وهما راهم وصلوا دابا بناوا واحد الكارير ديالهم، واحد الحياه عمليه، واحد الحياه مزيانه، وانت اللي كنتي متفوقه معاهم في نفس المستوى، وكنتي متفوقه عليهم، وهانتي مازال كتعاني في من البطاله ومن العطاء. لي مونسيون ولا غير حيت كاين تلصاق؟ لا ما كون كان فيها تلصاق راني خدمت، هذيك كاع كان فيهم تلصاق راهم خدموا، هذه للاسف. كاين لي مونسيون؟ كاين لي مونسيون كاين لي مونسيون كاين. شنو تقولي تشوفي دابا حتى التلاميذ مازال صغار ما تيقراوش، التلاميذ مازال صغار، الوضعيه ديالهم كي دايره، الاضرابات وهذا الشيء، الراي ديالك انت كوحده اللي خريجه الجامعه، وحده اللي قرات، وحتى هي اطار انتم اطر ديال هذه البلاد، هذا الشيء كيألم. يعني ملي كتشوف يعني دابا تقريبا 3 شهور والدراري كيمشي، هذه راه كارثه كتوقع في المغرب، كارثه، لان ذوك الدراري ملي كتصيفطهم امهم ولا الاب تاعهم للمدرسه، كتجي المدرسه كتسد الابواب ديالها، كتقول سير الاستاذ راه داير اضراب، فين تيمشيو ذوك الدراري؟ خصنا نعرفوا فين تيمشيو. راه تيبقاو يدوروا في الشوارع، كيتعرضوا بزاف العرضه بزاف ديال الاشياء، الحكومه، انا ما كنلومش الاساتذه، الاساتذه عندهم حق في الاضراب، من حقهم ان الدوله تلبي المتطلبات تاعهم، انا كنلوم الحكومه اللي ما قداش دير حل، ما قداش تحمل المسؤوليه ديالها، والوزير اللي جا بواحد النظام اساسي اللي حطوه في بدايه ديال السنه الدراسيه، راه كفر خطا هو انه حط نظام اساسي في بدايه ديال الموسم الدراسي، على الاقل حطه حتى النهايه تاع الموسم الدراسي، جيتي حطيتيه في بداية الموسم الدراسي، بلوكيتي الموسم الدراسي، خليتي مجموعة ديال ولاد الشعب في الشوارع، أنتايا راك مأمن، يعني مأمن لوليداتك، وكل واحد مأمن لوليداته الحياة وفين كيقراو في هذي، وشكون الضحية؟ هما ولاد الشعب المغربي، الطبقة، المساكن، المسحوقة، وكيزيدو يسحقوها أكثر، للأسف حكومة فاشلة بكل المعايير، ما كاين حتى شي وزير ولا حتى شي مسؤول اللي كيحمر الوجه في هذه الحكومة. إلا قلت لك شنو تقولي لشكيب بن موسى؟ وتا هو كنقول ليه حتى تجمع شطيطك وما تبقاش هنا كما تيقولوا، يعني ارحل. وتا هو صراحه ما درتي والو، جيتي حتى هو كان في النموذج التنموي، فشل النموذج التنموي، ما قينا حتى شي حاجه فيه، حتى هو لا يصلح لهذه الوزاره، هذه الوزاره حتى هي راه وزاره التعليم، راه وزاره ساميه، خاص حتى هي يكون فيها شي واحد مسؤول عنده غيره على الوطن ديالو، ويكون ابن الميدان، ابن اسره التعليم، هو اللي ممكن يخدم هذه الوزاره. اذا قلت لك كيقولوا انه كاين خصائص ديال الاساتذه في التعليم العالي، كاين خصائص مهول، وكاين اش ميتمش ادماج، راه كاين 2000 دكتور خارج على التقاعد في هاد، يعني استاذ ديال التعليم العالي غادي يخرج على التقاعد في هاد السنتين المقبلتين، ولكن شنو كيدير السيد الوزير؟ كيدير حلول ترقيعيه، يعني كاش كيدير؟ كيعوض هاد الاساتذه اللي تيخرجوا بالطلبه الباحثين، يلاه عندهم سنه اولى دكتوره ولا سنه ثانيه دكتوره، هما اللي تيدخلهم يقريو في المدرجات وفي الاقسام، هما اللي تيقريو الطلبه ديال الاجازه. وفي حين حنايا راه كاينين حنا في الشوارع، حنا راه موجودين مستعدين نخدموا ونقدموا، يعني نخدموا الوطن ديالنا، ونخليو حنا البصمه ديالنا، ونخليو حنا مقالات، ونخليو كتب اللي تبقى مأرخه في التاريخ ديالنا.
شكرا لك مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر. نتمنى نكونوا تنحاولوا اننا نوريكم الصوره الحقيقيه ديال اشنو واقع داخل المجتمع ديالنا. في اخير لا يسعني ان نقول لكم سلام الله عليكم، الى اللقاء في بث مباشر اخر. شكرا.